الغريق يموت شهيدا، ولكن بشرط أن تكون نيته من الهجرة هي الله سبحانه وتعالى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. رأينا مناظر مؤلمة، إنسان خرج بأبنائه وعاد من دونهم رماهم في البحر، إنسان خرج بزوجته وأولاده ولم يعد وغرقوا جميعا. لماذا هذه المآسة؟ فقط ينبغي أن نفكر أيها الأحبة. طيب ما هي الضوابط التي وضعها لنا النبي للهجرة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رسالة إلى كل من هرب من الحياة البائسة ويطمح بحياة أفضل، فركب البحر وغامر بحياته وحياة أبنائه. الحقيقة أيها الأحبة، كل إنسان يطمح للحياة الأفضل، ولكن هناك آية كريمة ينبغي على كل مؤمن أن يتذكرها، وهناك حديث شريف يجب أن نتذكره، بل أن نحفظه كما نحفظ أسماءنا. انتبه أخي الحبيب، القضية قد توردك في نار جهنم والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب اليوم ظروف بعض الدول صعبة جدا، الحياة صعبة، الحياة ضيقة، وهذا الأمر موجود في كل زمن أيها الأحبة. حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حدثت مجاعات وحدث ضيق وحدث يعني بلاء عظيم، المؤمنون زلزلوا وكان البلاء عظيما جدا، بلغت القلوب الحناجر، القلوب الحناجر وزاغت الأبصار، ومروا بظروف أصعب بمليار مرة مما نعيشه اليوم. نحن اليوم في أسوأ الظروف، أنت على الأقل تستطيع أن تعيش. في ذلك الزمن كانت الحياة مستحيلة في الصحراء. على الرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وإن تحت النار بحرا. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء أحبتي في الله يجب أن تعلموا أنه لم يركب البحر في حياته قط، مع العلم أن البحر الأحمر قريب من مكة ليس بعيدا منها، لم يركب البحر، هذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر من ركوب البحر إلا أن يكون هناك مثلا شيء في سبيل الله، تجارة، دعوة إلى الله، حج أو عمرة. يعني هنا الحج والعمرة وغازيا في سبيل الله لا تقتصر على ثلاثة أعمال فقط، بل هذه ثلاثة أنواع. والحديث الشريف الثاني وضح لنا كيف أتخذ قرار الهجرة. يعني اليوم أحدنا أيها الأحبة يعني يعاني كثيرا، وإذا مر بظروف ضيقة وبلاء لم يتحمل هذا البلاء يفكر بالهجرة، ليس بالضرورة عبر البحر، بالهجرة إلى أي بلد آخر، قد يكون إلى بلد مثلا أوروبي، بلد غير ذلك، بلد عربي. طيب ما هي الضوابط التي وضعها لنا النبي للهجرة؟ ما هي الضوابط؟ فقط أنا أحب أن ألفت انتباه كل إنسان يفكر بالهجرة، سواء للعمل، سواء لتحسين معيشته، سواء لتحسين مستقبل أولاده، والمستقبل بيد الله كما تعلمون. يعني رأينا مناظر مؤلمة، إنسان خرج بأبنائه وعاد من دونهم رماهم في البحر، إنسان خرج بزوجته وأولاده ولم يعد
وغرقوا جميعا. لماذا هذه المآسي؟ فقط ينبغي أن نفكر أيها الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا النوع الذي أمرنا به النبي أن تكون هجرتك لله فقط، الهدف هو الله وليس شيء آخر وليس الدنيا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، تجارة، مال، راحة نفسية، دنيا، متاع الدنيا طبعا قليل، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن الهجرة حددها لنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، أنك إذا كنت مؤمنا تريد الآخرة. هناك فرق، الله تعالى يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأنت أول شيء يجب أن تحدد اتجاهك، تريد الدنيا أم الآخرة؟ إذا كنت تريد الدنيا إذن أسلك أسباب الدنيا وسيكلك الله إلى الدنيا. إذا كنت تريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن أولا حدد هدفك، تريد الدنيا إذن سيكلك الله إلى الدنيا وستتعب كثيرا ولن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. طب إذا كنت تريد الآخرة، قرار الهجرة يجب أن تبنيه على الحديث النبوي الذي أمرنا به النبي أن تكون هجرتنا إلى الله ورسوله. ما معنى ذلك؟ يعني أنا أهاجر إلى بلد أوروبي من أجل الدعوة إلى الله، أهاجر من أجل أن يهدي الله بي إنسانا ضالا، يكون هذا في رأسك وهذا هو الهدف الرئيسي. ولا مانع إذا تحققت مكاسب أخرى، ولكن هذا هو الهدف الرئيسي. إذن أخي الحبيب، كثير من الناس اليوم هجرته إلى الدنيا للأسف، ومسألة تحسين الواقع المعاشي والواقع الاقتصادي والتخلص من الظلم وغير ذلك، أنت يجب أن تعلم حياة النبي كيف كانت. النبي عليه الصلاة والسلام متى هاجر أخي الحبيب؟ عندما استحالت الحياة تماما، وهناك مناطق بالفعل الإنسان يضطر للهجرة منها وتركها، ويترك أهله، يترك دياره، يترك متاعه، يترك بيته، كل شيء يضطر. ولكن أنت في داخلك يجب أن تضع هذا الهدف، تقول: يا رب أنا سأهاجر في سبيلك. لماذا؟ إذا مت ستموت شهيدا. يعني الغريق أخي الحبيب يموت شهيدا بنص الحديث النبوي الشريف، الغريق يموت شهيدا، ولكن بشرط أن تكون نيته من الهجرة هي الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هجرته في سبيل الله، أن تكون هجرته في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفه وطموحه هو الله عز وجل، وأن تكون حياته كلها من أجل الله ومن أجل لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إذن أنت ينبغي أن تحدد هدفك أول شيء، ثم تهاجر في سبيل الله. طبعا الإنسان بنص القرآن عندما يهاجر في سبيل الله ويدركه الموت، كما قال تعالى: فقد وقع أجره على الله. أنا هاجرت ولكن في سبيل الله. أنا أريد فقط أخي الحبيب القضية بسيطة، صدقني الكل يهاجر، ولكن النية، ما هي النية في قلبك؟ اجعل نيتك إذا أحببت أن تهاجر، اجعل نيتك الدعوة إلى الله، أن تنفع عباد الله، أن يعني تخدم
كتاب الله، لأنك ستموت هكذا أو هكذا، يعني في النتيجة كلنا سيموت وسنلقى الله عز وجل. لذلك أنا يعني عندما أرى مثل هذه المشاهد المؤلمة أيها الأحبة فعلا أتألم، ويعني أدعو الله بالرحمة لكل هؤلاء الذين يعني أنا أتصور يعني وقع عليهم ظلم شديد، حاصرتهم الدنيا من كل جانب، ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، فلم يجدوا أمامهم إلا البحر. ولكن ينبغي أن نفكر أخي الحبيب، لأن القضية خطيرة، لأن من يتجرأ ويرمي نفسه في البحر برئت منه ذمة الله عز وجل. أنت إذا تجرأت، طيب ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ إذن يجب أن تفكر مليون مرة. الشيء الثاني أخي الحبيب، نحن اليوم أصبحنا لا نتحمل أي شيء، أي أذى نهرب منه، أي ضيق يصيبنا نبحث عن البديل فورا. طيب يا أخي، هذا الأذى هو بأمر الله عز وجل؟ هذا ليس كلامي، الله عز وجل هو القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من الذي يمسسك؟ الله. طيب، وإن يريدك بخير، من الذي يريدك بالخير؟ الله. وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب، من الذي يبتلينا؟ هو الله. طيب، ما هو الدليل؟ بعض الناس يقول: لا يا أخي، أنت بيدك تستطيع أن تدفع البلاء وتستطيع أن تعيش حياة فارهة وحياة رائعة، وتستطيع وتستطيع، وأنت المسؤول، وأنت وكأن الله غير موجود سبحانه وتعالى. الله هو القائل أخي الحبيب: ولنبلونكم، بصيغة التعظيم لله عز وجل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب، الحروب المدمرة التي تمر بها يعني بعض البلدان اليوم، والبلاء الشديد الذي يعني يصيب بعض الناس، طيب هذا أليس بأمر الله عز وجل ليختبرنا؟ أصلا الدنيا كلها بلاء. يعني تصور أخي الحبيب، بلد فيه ضائقة اقتصادية، فيه مشاكل إلى آخره، وبلد مرفه، الناس مرفهون. بالله عليك يعني فقط فكر، الله عز وجل أيهما أفضل بالنسبة له؟ الإنسان الذي يصبر ويشكر ويحمد الله ويتحمل الأذى والظلم ويتحمل ضيق العيش، أم الإنسان المرفه الذي لا يتحمل شيء؟ طبعا الأكثر بلاء هو الأكثر أجرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، أصابه بالبلاء، بالمرض، بالظلم، بالأذى. طيب، من هو أكثر شخص تعرض للبلاء على مستوى التاريخ، عبر التاريخ؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استحق منزلة لا تنبغي إلا لإنسان واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عند الله، منزلة عالية عند الله. ثم هناك أمر حدثنا عنه النبي كثيرا، أن الله إذا كتب للعبد منزلة عنده عالية لا يبلغها بأي عمل، لا بصلاة ولا صيام ولا زكاة، ابتلاه بما يكره، ابتلاه بمرض، بظلم، بضيق رزق. ماذا تكره؟ يبتليك الله بما تكره أنت حتى يبلغه تلك المنزلة. إذن أخي الحبيب، هذا البلاء هو تطهير من الذنوب، تطهير من المعاصي، تطهير من غضب الله عز وجل. تخرج من الدنيا الله راض عنك، وأنت راض عن الله،
بل بشرط أن ترضى عن الله حتى يرضى الله عنك، ترضى عن قضاء الله. فالله عز وجل عندما ينزل البلاء ينزله بحكمة، ولنبلونكم. طيب يا رب ماذا أفعل؟ قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب بالله عليكم أنا أذهب إلى دنيا أصيب دنيا فانية وأخسر الآخرة؟ صدقني أخي الحبيب، الله سيفتح لك أبواب الرزق إذا صبرت بصدق، لأنه فتح أبواب الرزق للملحدين، لمن يشتمون الله، لمن ينكرون وجود الله، مفتوحة أبواب الرزق لهم. أيغلقها في وجه عبد يقول لا إله إلا الله؟ ولكن نحن نحتاج إلى ثقة بالله عز وجل، نحتاج إلى ثقة بهذا الإله العظيم. فأنا يعني خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب، أحب أن أنبه أن كل إنسان، طبعا عفى الله عما سلف، كل إنسان يفكر بالهجرة يجلس ويضع الأسس التي وضعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكون هجرتك في سبيل الله، وإياك أن تلقي بنفسك أو بأيديك في التهلكة، بيديك في التهلكة. إياك أن تبحث عن الرفاهية الوهمية الموجودة في الغرب. يعني اليوم في الغرب هناك رفاهية وهمية على فكرة، هناك الشذوذ، هناك الإلحاد، هناك الخمور، هناك معاصي كثيرة. يعني أنت تهرب من ضيق العيش هنا لتذهب إلى سعة المعاصي هناك. لاحظت؟ لا، أنا بالنسبة لي أبحث، إذا تعذرت الحياة في مكان معين، الله أمرني أن أهاجر. ولكن انتبه، ومن يهاجر في سبيل الله، دائما الهجرة يجب أن تكون في سبيل الله، ليس من أجل مال ولا جاه ولا شهرة ولا يعني ما مستقبل أفضل، لأن المستقبل بيد الله، لا نعلم، نحن لا نضمن أن نعيش يوم، فكيف نفكر بعشرات السنين؟ فأنت فكر دائما بأن هجرتك هذه هي من أجل الله، من أجل نشر الدعوة. وضع في رأسك أن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني الإبل الفارهة الغالية الثمن جدا هذه حمر النعم، أن يهدي الله بك رجلا أهم منها، يعني أهم من الأشياء الفخمة التي يمكن أن تطمح إليها. هذا الشيء. الشيء الثاني، أن تستخير الله. معظم من يهاجر لا يستخير الله أيها الأحبة، لا يصلي صلاة الاستخارة، وهي بسيطة جدا، ركعتين من غير الفريضة. في الركعة الأولى من السنة يعني أن تقرأ قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم تدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي حاجتك، تقول إن كنت تعلم أن هجرتي هذه إلى البلد الفلاني، تسمي البلد، هي خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فيسر لي هذا العمل وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا العمل، وتسمي هجرتك إلى المكان الذي يعني تنوي، شر لي، إن كان هذا العمل هو شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به.
انظر إلى التسليم. النبي أمرنا أن نسلم أمرنا لله، والله الله لا يختار لك إلا الخير، ثق تماما. إن كانت هذه الهجرة أو هذا السفر فيه شر سيصرفه الله عنك على أتفه سبب، وإن كان فيه خير ستجد التيسير بصورة عجيبة. إذن أخي الحبيب، الاستخارة أن تصفي نيتك لله عز وجل، والشيء الثالث أن تكثر من الذكر، وأن تتذكر أن البلاء الذي يصيبك الآن في مكانك هو بلاء مقدر من الله الذي قال لك. يجب أن تضع في رأسك أن الله هو الذي يخاطبك الآن، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. البلاء هو من عند الله، والصبر على البلاء ثمنه مر منزل عالية في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. تذكر هذه القواعد الثلاثة: أن تكون هجرتك إلى الله، أن تصلي صلاة الاستخارة، وأن تتذكر أن البلاء قد يكون في الخارج أشد مما هو هنا. هذا البلاء من الله عز وجل، ليس له علاقة بالأرض. يعني أنت إذا هربت من أرض إلى أرض البلاء يختفي، لا، البلاء ينزل بأمر من الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ما الذي يدفع الناس الهجرة اليوم؟ الخوف، الخوف من الحروب، الخوف من الموت، الخوف من الأذى، الخوف والجوع، الوضع الاقتصادي التعيس الذي يعيشه، ونقص من الأموال، ليس معه أموال، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يعني نقص غذائي، ونقص من الأنفس مرض أو موت، موت إنسان، مات بعض من حولك فخفت وهربت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عدد لنا كل أنواع البلاء ثم أعطانا الحل. ما هو الحل؟ لم يقل أهرب، لم يقل لا، قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اعلم أنك في مكانك هذا وأنت تعاني من الظلم والوضع الاقتصادي البائس، تتنزل عليك رحمات الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عناية الله تحيط بك، رحمة الله تتنزل عليك باستمرار، وأولئك هم المهتدون. يجب أن تضع هذه الصورة في رأسك، ثم تتخذ القرار بعد الاستخارة على بركة الله، وأن يكون هدفك هو الهجرة في سبيل الله، أن تنشر الإسلام. لأن مهمتك أخي الحبيب ليست هي مجرد أن تأكل وتشرب وتستمتع، لا، مهمة كل إنسان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم إماما، مهمته أن يدعو إلى الله. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فعل الأمر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن أنت كمؤمن مهمتك الدعوة إلى الله، فإذا كان هدف الهجرة هو الدعوة إلى الله، تستخير الله وتنتظر حتى تتعذر أسباب الحياة، كما تعذرت مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لم يهاجر إلا عندما أيقن أنه هالك سيقتلونه، تآمروا على قتله واجتمعوا، وعندما أدرك أوحى الله له بالهجرة وقال له: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. فالذي أخرج النبي هو لم يخرج، هم أخرجوه. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فاليوم
الإنسان يخرج بسبب الحرب، بسبب الظلم، بسبب حتى أسباب اقتصادية، لا مشكلة، كل الأسباب قد تجعل الحياة متعذرة. ولكن كما قلت لك، ثلاث خطوات: أن تتذكر البلاء، وأن تكون هجرتك في سبيل الله، فوائد البلاء وأنه من الله، وأن تكون هجرتك في سبيل الله، وصلاة الاستخارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هجرتنا في سبيل الله، وأسأل الله أن يرحم هؤلاء الذين ماتوا، هربوا من الموت إلى الموت. نسأل الله أن يرحمنا وإياهم جميعا، وأن يرحم موتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.